هدد الرئيس عبد ربه منصور هادي بمقاطعة مشاورات الكويت التي من المقرر أن تستأنف الجمعة المقبلة إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة بحسب تعبيره. مشروع إسماعيل ولد الشيخ أن أشك الحكومة ائتلافية بيننا وبين الحوثيين. قلنا سنصدر بيان أن لن نذهب الكويت. تصريحات هادي تكشف عن حجم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من قبل الأمم المتحدة والأطراف الدولية للقبول بتسوية مع المتمردين بناء على خارطة الطريق الأممية بعيدا عن نص القرار 22/16. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الأسبوع الفائت أنه سلم لمفوضي الطرفين خارطة طريق تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما ترفضه الحكومة التي عبرت عن تحفظها عليه مطالبة بانسحاب المتمردين من المدن وبينها العاصمة صنعاء قبل بدء عملية الانتقال السياسي. وكل الشرف هادي بدا اليوم أكثر صراحة ووضوحا وهو ينتقد دور الأمم المتحدة التي اتهمها بأنها تسعى لشرعنة الانقلاب عبر مفاوضات الكويت وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين. زيارة الرئيس هادي من شأنها الدفع بالخيار العسكري وإعادته للواجهة بعد طول توقف وترقب لما يمكن أن تسفر عنه المواجهات، ولا يمكن فصلها عن سياق التحركات السعودية لإقفال الملف الذي بات يهدد أمنها واستقرارها وجعلها عرضة للابتزاز من قبل عدد من الدول الكبرى وحلفاء إيران في المنطقة. وصول الرئيس هادي تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة بينها دبابات ومدرعات تحذيرا لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة صنعاء ومحيطها. السلام بحاجة لقوة تفرضه وتكون قادرة على حمايته، واستعادة الدولة تحتاج لما هو أكثر بكثير من مجرد تصريحات نارية، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت.